نتحدث فيه عن الزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعوة من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة. مرة أخرى أرحب بضيفي اللواء سلامة الجهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. أهلا بحضرتك سيادة اللواء مرة أخرى. كنا بنتحدث قبل الموجز مباشرة عن النتائج المرجوة من هذه الزيارة سواء بالنسبة لمصر وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني بص حياتك، احنا لازم المشاهد المصري لازم يعرف ان كم المساعدات الأمريكية لمصر هي حوالي 1.3 مليار دولار في السنة، وان هذه المساعدات تمت بعد اتفاقيات كامب ديفيد سنة 79. وقلت زي ما قلنا لحضرتك من الاول ان اصلا المساعدات كانت مستمره، جينا بعد 30/6 اراده الشعب وصوره الشعب وشيل الرئيس المخلوع مرسي، وبدات في هناك فتور في العلاقات، ثم عادت العلاقات الى اوجها حاليا بزياره رئيس اركان القياده الامريكيه المشتركه، كان في زياره هنا في مصر، ثم زياره السيد رئيس اركان المصري ليهم. كل ده حضرتك بترجع تاني حجم المساعدات، يرجع تاني لأصل حجم المساعدات. لازم حضرتك تعرفي ان هو ما هيش مساعدات مادية ولا مساعدة، عشان المشاهد العزيز يبقى عارف، مساعدات بتشمل اللي هي في جزء عسكري، في جزء تدريبات عسكرية ومناورات عسكرية، في جزء تصنيع. احنا بيدونا في دبابات M1F1 بنصنعها في مصانعنا النهاردة، هي بيدينا جزء، يعني جزء تصنيع المناورات. في هناك اهداف استراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه من هذه العلاقه، واحنا لينا برضو اهدافنا، لازم نحافظ على قدراتنا العسكريه وقوتنا داخل منطقه الشرق الاوسط. الفائده التي ستعود على الولايات المتحده الامريكيه من خلال الحرص والحفاظ على هذا التواصل الاستراتيجي والتعاون العسكري مع مصر؟ بص حضرتك، اول حاجه عشان برضو نكون عارفين ما نخفلهاش، هو استمرار اتفاقيه السلام مع اسرائيل. دي اول حاجه لازم، ده من المساعدات، لان هي اتعملت بعد الاتفاقيه، فمن ضمن انه استمرار السلام. والحاجه الثانيه اللي هي ان يحصل توازن في منطقه الشرق الاوسط، خاصه بعد ثورات الربيع وما حصل للدول المحيطه، فاصبحت هي مصر هي المحور الموجود والجيش القوي والجيش المتوازن الموجود في هذه المنطقه، فيهم ان يبقى في هناك توازن في ظل الارهاب المتواجد. ثم الحاجة الثالثة، هناك له مصلحة في التعاون مع مصر في عملية العبور من قناة السويس، وفي أي وقت النهاردة يعني يسمح له بالعبور لو فيه أي تداعيات في أي منطقة، فدي ميزة بتاخدها الولايات المتحدة الأمريكية من مصر. دي الفوائد اللي بتاخدها أمريكا. طيب حضرتك شايف أنه هذا الحرص الواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تحسين العلاقات مع مصر، وده واضح الحقيقة من خلال زيارة وفد الكونغرس الأمريكي وزيارات المتبادلة حتى بين الجانبين وزيارة وزير الخارجية ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، هذه العلاقات التي بالفعل بدأت تتحسن بشكل كبير خلال هذه الفترة، هل حضرتك بتعتقد أنه ده جاء بعد أيضا تحسن العلاقات الواضح بين مصر والقوى الأخرى مثل الصين وروسيا خلال الفترة الأخيرة؟ حضرتك لازم، يعني لازم، ده هيدي طبعا ان حصل تخوف لدى القياده الامريكيه، لان احنا بدانا في عندنا قياده حكيمه، السيد رئيس عبد العزيز بدا تنويع السلاح، وبدانا نتجه للدول الاخرى، ولان في اراده شعبيه قويه واراده سياسيه موجوده وفي صمود في البلد، فاذا حس ان هو هيبقى خسران، فاصبح النهارده رجع تاني لعمليه التوازن تاني والعوده للعلاقات. وان برضه هو يهمه، لان برضه حضرتك مش هننسى ان الولايات المتحده الامريكيه هي برضه تعتبر منطقه الشرق الاوسط بتاعنا هو سوق خصب لتوزيع السلاح بتاعه وبيع السلاح والصادرات بتاعته. فاذا برضه هو عايز يحافظ على هذه المنظومه المتواجده في منطقه الشرق الاوسط. ولازم هنرجع احنا برضو، لو رجعنا تاني القديم حضرتك، هنرجع ان امريكا برضو لما حصلت ليه، لما الرئيس عبد الناصر سنه 56 جاب صفقه سلاح من تشيكوسلوفاكيا، فالولايات المتحده الامريكيه راحت شايله الدعم اللي هو تمويل السد العالي، فكان تامين من قناه السويس. اذا احنا دايما عندنا الدروس موجوده للاراده الشعبيه والقياده السياسيه المصريه، عندنا البدائل وعندنا الاراده، فده هي كل ده في حسبان القياده الامريكيه، وبتبقى عامله حسابات. ف
فبرضه ان عمليه التنوع وعمليه فتح العلاقات مع كل دول العالم بهذا الاتجاه اكيد بيخليها النهارده ترجع تاني لعوده العلاقات وان هي تحسن علاقتها مع مصر. نعم، طيب كيف تفسر ايضا هذه الدعوه اللي جاءت من رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه؟ يعني لماذا من هذه الجهه تحديدا، ولماذا يكون التعاون ما بين يعني الاركان الامريكيه المشتركه والقوات المسلحه؟ بص حضرتك، هناك تدريبات كثيرة جدا تمت، اللي هي زي اللي هي النجم الساطع. ايوه، ده التدريبات دي مستمرة واتعمل العديد من هذه التدريبات. التدريبات دي حضرتك في الصالح وفي المقام الأول احنا بنستفاد، وأمريكا برضه بتستفاد كثيرا جدا من هذه التدريبات. ايوه حضرتك، خاصة في ظل ما يحدث في البلاد المحيطة وما وتداعيات الإرهاب والأنشطة الإرهابية المتواجدة، تدريباته النهارده على المنطقه الصحراويه وبجانب الى جانب الجند المصري، وصفات الجند المصري من الثبات ومن العزيمه ومن الصبر ومن اللياقه البدنيه، كل ده النهارده الجند المصري مش هتلاقيه في اي حته في العالم. فلما هو يتدرب ويقف معانا جنب الى جنب جنب الجند المصري وفي الصحراء وفي الشمس الحارقه وفي الجبال وفي الصحراء، وباستفاده استفاده قويه جدا من تدريباته معانا. فاذا ان هو جه وزيارات بيدي طمأنينة للقيادة المصرية ان الدعم العسكري موجود، وان انا اعتقد ان هيبقى في تطورات لاسلوب المساعدات العسكرية في الفترة القادمة، ان لازم هيبقى في اتجاه تاني من القيادة الامريكية للمعدات الخاصة بمكافحة الارهاب وتأمين الحدود. نعم. لان اصبحت الحروب النهاردة متاخدة ليست تقليدية كالحروب العادية، ولكن اتجهت لمنظور اخر ومنظومة تانية محتاجة تعاون استخباراتي، محتاجة معلومات، محتاجة تأمين حدود، محتاجة مكافحة إرهاب. إذا القصة اختلفت النهاردة في الدعم العسكري، فأعتقد أن يكون هناك جزء كبير جدا من الدعم العسكري القادم في السنوات القادمة خاص بمكافحة الإرهاب في ظل تداعياته في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم كله بالكامل. من وجهة نظرك سيادة اللواء، يعني كيف تقيم تأثير هذا التعاون الاستراتيجي العسكري بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية على ميزان القوة بشكل عام في المنطقة؟ بص حضرتك، هو ميزان القوة يعني احنا حتى لما نيجي نشوف في موضوع الطيارات هتلاقي النهارده طبعا اكبر مستخدم الطيارات طبعا امريكا، دي صاحبة الدولة، صاحبة الطيارات المنتجة. أيوة. ثم اسرائيل، ثم تركيا، ثم مصر. احنا بنعتبر في المساعدات العسكريه في المرتبه الرابعه، لان برضه مش هنغفل ان هي امريكا بتهمها هي اسرائيل في المقام. فاحنا بنعتبر احنا بنبقى بعد اسرائيل، وفي ساعات بتبقى تركيا قبلنا في الطيارات وفي المساعدات العسكريه. طيب احنا نتوقف عند النقطه دي ونستكملها مباشره بعد الفاصل. انتظرونا بعد هذا الفاصل في من القاهره. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وهذا الحوار حول العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بشكل خاص بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وذلك في ضوء الزيارة المهمة التي يقوم بها رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من رئيس الهيئة المشتركة الأمريكية، هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. ينضم لينا في هذا الحوار السيد أحمد صوان، عضو اللجنة الاستشارية للكونغرس الأمريكي سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد صوان. أيوة تحت أمرك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. عايزة يا فندم تقييمك وقراءتك لأهمية هذه الزيارة التي يقوم بها حاليا الفريق محمود حجازي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. شوفي، أنا سعيد جدا من اللي بيحصل دلوقتي. أنا كنت دايما بنادي إن مصر لابد أن تتعامل مع أمريكا ند للند، ولابد أن يعاملوا على مستوى عالي من تبادل المصالح المشتركة بيننا وبينهم. أمريكا محتاجة جدا لمصر، ومصر لها علاقات استراتيجية مع أمريكا وتاريخية، والدولتين لا يستطيعوا الاستغناء عن مصر عن بعض في الوقت الحالي. أمريكا كمان مؤخرا في كام سنة اللي فاتوا دورها انحصر وابتدى في الانحصار في الشرق الأوسط، وده طبعا إحنا كلنا عارفين الأسباب بتاعته. أمريكا يظهر إن هي انتبهت، ولكن هي لتعود بالشرق الاوسط مره اخرى لابد ان تعود عن طريق مصر، عن طريق الدول المصريه، ما فيهاش طريق ثاني. نعم. فبالاضافه الى الدور السياسه المصريه القويه المتوازنه وقوه مصر انها عارف مره اخرى، موقع مصر عاد مره اخرى، كل ده بيعرف هو امريكا لانها تحاول تحسن العلاقات مره اخرى وتوصلها لمرحله احسن من المرحله السابقه بكثير. فده اللي بيتبين بالرغم من ان الاداره الامريكيه في المرحله الاخيره او في الساعات الاخيره
الا انهم ما زالوا بيسعوا بالرغم من كده باهميه مصر انهم يحسنوا علاقاتهم بيها لاكبر امكانيه ممكنه. نعم. انا بشكرك استاذ احمد صوان عضو اللجنه الاستشاريه للكونغرس الامريكي سابقا على هذه المشاركه، وبرجع مره اخرى الى ضيفي الكريم اللواء سلامه الجوهري عضو لجنه الدفاع والامن القومي في مجلس النواب. اهلا بحضرتك مره اخرى، واكيد حضرتك تابعت طبعا الاستاذ احمد صوان ذكر حول اهميه هذه الزياره. واحنا مباشره قبل هذا يعني قبل هذه المداخله من قبل استاذ احمد صوان كنا بنتكلم على تاثير هذه العلاقات الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه على ميزان القوة في المنطقة تحديدا. بس يعني هو ميزان القوة احنا في مصر لازم يبقى فيه، بنحاول يبقى فيه عندنا توازن في القوة العسكرية داخل مصر، فده لصالحنا ان يبقى هناك توازن داخل المنطقة، منطقة الشرق الاوسط. ايوه. في ظل التهديدات الموجودة وفي ظل التهديدات الاسرائيلية برضو اللي ما زالت هتبقى موجودة رغم ان هناك اتفاقية سلام، وفي ظل الاتفاق النووي اللي تم بين امريكا وايران، إذا لازم تبقى مصر النهارده هناك توازن عسكري بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط متمثل في مصر، هو الجيش الوحيد المتبقي في منطقة الشرق الأوسط، ولازم توازن، وده برضه هيهم الولايات المتحدة الأمريكية إن مصر تبقى هي رمانة الميزان وإن يبقى في توازن في هذه المنطقة. الحاجة الثانية حضرتك لازم برضه من هذه العلاقات إن مصر بتهدف إن برضه مش هتستغنى عن دورها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ودعمها للقضية الفلسطينية. ويمكن احنا يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سئل اثناء زيارته في الولايات المتحده الامريكيه ان لو حصل تقارب ما بين القضيه الفلسطينيه والاسرائيليه فهل هيبقى شيء كويس، احنا يهمنا السلام ويهمنا ان الارض ترجع للقضيه الفلسطينيه، وده والدور المحوري ده مش هيقدر يقوم بيه اللي هي مصر. فاذا ده في ظل التوازن العسكري وفي ظل تقارب العلاقات والدعم الاقتصادي والاستراتيجيات العسكريه والاقتصاديه لازم هيبقى مفيد لمصر، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك برضه مفيد للولايات المتحده الامريكيه. نعم. قوي جدا، لان برضه يهمها ان يكون هناك تواجد لها في منطقه الشرق الاوسط، وشفنا احنا بعد ثورات الربيع وما يحدث في الدول العربيه ما يعني شيء، مصلحه امريكا ان الامور تثبت، لان احنا شفنا حاولت في سوريا ثم رجعنا الى ان الوفاق السياسي لازم يعود تاني، ثم شفنا تنظيمات داعش وما تهدده للعالم كله بالكامل، ولازم امريكا برضه حضرتك لها مصالح انها تستفاد من خبره مصر في مكافحه الارهاب. احنا شايفين ان في تحسن قوي جدا في لدى الجهات الامنيه المصريه في مكافحه الارهاب. نعم. وده مهم جدا للولايات المتحده الامريكيه انها تاخد هذا الخبره والتعاون المعلومات والاستخبارات ما بين الدولتين. طيب سياده اللواء، هل حضرتك بترى انه المقدمات التي شهدناها قبل ذلك، زياره وفد الكونغرس الامريكي، ايضا اللقاءات اللي كانت من خلال وزير الخارجيه الامريكي مع وزير الخارجيه المصري، ثم هذه الدعوه من قبل رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه، هل حضرتك بتجد انه دي مقدمات يعني فعليه لزياده التواصل استراتيجيا بشكل خاص بين مصر والولايات المتحده، ام مكملات للعلاقات بشكل عام سياسيا اقتصاديا استراتيجيا عسكريا؟ يعني بص حضرتك احنا يعني في هناك بتبقى هناك كثير في الجعبه السياسيه ما بتبقاش واضحه، فانا أيوة. يعني مش هقدر احكم او هقدر ارد رد قاطع الموجود، ولكن على الاقل النهارده بنرجع العلاقات الى وضعها الطبيعي قبل 2013 وبتعود تاني والدعم. قلت لحضرتك انا متوقع ان هي هتزيد نتيجه ما يحدث في دول العالم من عمليات ارهابيه ومنظور تنظيمات داعش، خلصنا من القاعده طلع تنظيم داعش وما يحدث من عمليات ارهابيه في العالم، فانا بعتقد ان هناك يكون تحسن قوي جدا في العلاقات في الفتره القادمه، وبعتقد ان ده الولايه الثانيه للرئيس اوباما، يعني هتبقى هنخش في رئاسه جديده انتخابات جديده، بعتقد ان في اسس هتتحط جديده، خاصه احنا كان عندنا برضو تعاون استراتيجي اقتصادي وكان جالنا هنا وفود حاجه يمكن 66 شركه برضو على اساس يشوفوا الاوضاع الاستثماريه في مصر. لا انا يعني اعتقد ان خلال الفتره القادمه ومع ثبات القياده السياسيه في مصر وما تشهده السياحه من قوه ومن حنكه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واتساع المعلومات واتساع التعاون مع كل دول العالم، انا بتوقع ان المساعدات العسكريه لا هتزيد في الفتره القادمه وهتتنامى اكتر من كده سواء اقتصاديه او سواء عسكريه. يعني هذا التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحده الامريكيه حضرتك بتجد ان هو سيسهم الى حد كبير في دعم الموقف الاستراتيجي العربي بشكل عام؟ بشكل عام وخاصه القضيه الفلسطينيه، وبشكل خاص القضيه الفلسطينيه. بشكل خاص القضيه الفلسطينيه انا شايف لان مصر لازم شريك اساسي في القضيه الفلسطينيه ولا يمكن الاستغناء عنه. نعم. نهائي.
نعم. طيب سيادة اللواء، برضو السؤال اللي بيفرض نفسه أنه هذه العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، هل سيكون لها أيضا دور في دعم العلاقات السياسية بين البلدين؟ شيء طبيعي حضرتك، علاقات استراتيجية لما تبقى متمثلة في الناحية العسكرية وفي الناحية الاقتصادية، شيء طبيعي أن يبقى هناك اتفاق في